أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. قررت وزارة الزراعة الحالية بإغلاق عشرات حقول الدواجن في محافظة البصرة العراقية وخروجها عن الخدمة بسبب الخسائر التي تعرض لها أصحاب المشاريع من جراء غياب الدعم الحكومي لهم. وذكر مسؤولون في مديرية زراعة البصرة أن أكثر من 30 حقلا حديثا متطورا خرجت عن الخدمة في قضاء الزبير وحدها نتيجة الخسائر الفادحة التي تكبدها أصحاب المشاريع بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف واستمرار استيرادها من الخارج، محذرين من تتابع توقف الحقول في المحافظة والمحافظات العراقية الأخرى. قال رئيس لجنة التشجير والأحزمة الخضراء في البصرة أن المحافظة خسرت 3 ملايين شجرة، واصفا ذلك بالكارثة، وهذه الكارثة واضحة المعالم. وأضاف المسؤول الحكومي أن أكثر من 3 ملايين نخلة في البصرة لوحدها تم تجريفها، مرجعا سبب التجريف إلى الحروب التي أدت إلى القضاء على ما نسبته 70% من أفضل أكثر أنواع النخيل في العالم. وأشار رئيس لجنة التشجير إلى أن البصرة كانت تحتوي على أكثر من 6 ملايين نخلة على الأقل، أما الآن فإنها تضم 2.5 مليون نخلة فقط. أكد خبراء اقتصاديون أن الوضع الراهن لا يسمح بإعادة خفض سعر صرف الدولار في العراق والعودة به إلى سابق عهده كما كان. وأشار الخبراء إلى أن الفساد الذي يضرب وزارة التجارة لا يجعلها تمتلك مقومات إعادة خفض سعر الصرف ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك. أضاف الخبراء أن العراق لا يمتلك أسواقا مركزية ومخزونا استراتيجيا فعالا، كما أن عدم وجود حلقة تجار كبيرة سيحول دون معالجة الآثار المترتبة على تغيير سعر الصرف، بما لا يلحق أي ضرر بالمواطن. اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035. ويهدف القرار إلى السعي لتقليل انبعاثات الكربون، إلا أن المراقبين أرجعوا إجماع الدول الأعضاء على القرار إلى أزمة النفط التي يعيشها العالم برمته. ويرى القرار إلى بلوغ الأهداف المناخية يرمي القرار إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر تماما. ويفرض القرار كذلك على الدول الأعضاء الانتقال إلى تصنيع السيارات المشغلة بالمحركات الكهربائية. شهدت أسعار النفط في البورصات العالمية تراجعا طفيفا ملحوظا بسبب استمرار أزمة شح المعروض العالمي. ويرجع المراقبون هذا التراجع الحذر بعد 3 جلسات تماما شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، إلى تأكيد المنتجين الرئيسيين عدم قدرتهم تماما على إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 111 دولارا و12 سنتا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب ليصل إلى 116 دولارا و99 سنتا للبرميل. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.